تفضل يا باشا. ايه دول؟ 1000 جنيه تديهم لعلي، بيفطر شوكولاتة باللبن وتلاقيه محتاج لفلوس. عنه ما فطر شوكولاتة باللبن، انا اروح له بعد ما لف على رقبتي حبل ليف؟ معلش انا اوصل الفلوس لعلي. سوسن، معلش يا خليل باشا، انا ست ومقدره شعور نزله هاني. اطمني يا نزله هاني، علي في عيني. تشكر تشكر يا سوسن يا مرت ولدي. سندباد للتصدير والاستيراد، سليم الاسكندران المحامي. لما لقيت مفيش فايده معاها قلت اجيب لك انت الفلوس. الظاهر ان اول قضيه هرفعها من المكتب هنا هتكون قضيه حجر على امي. بس تعرف المكتب بقى شيك قوي بعد ما اتفرش. وده معقول برضو يطلع زوجك وحش؟ لكن ما قلتليش ايه بقى حكايه سليم الاسكندراني دي. لا دي احتياطات امن مشدده، مش كده وبس، رخصت سلاح كمان. هو مش ممكن البوليس يعين لك حارس خصوصي؟ لا ما فاتتش عليا الحكايه دي، اتفقت مع ضابط المباحث واتكلمت معاه وهيخصص لي 2 مخبرين يمشوا ورايا مطرح ما اروح، زي الشخصيات الهامه جدا. سليم من غير ما تفهمني غلط، متهيالي دلوقتي قعدك في البانسيون وعنوانه معروف للدراغمه بقى في خطر على حياتك. بوه امشي من البانسيون واسيب السندباد البحري مشرف فيه؟ لا والف لا. هو انت يعني قعدك في البانسيون هيفيدك بايه؟ يا سوسو فهميني، البعيد عن العين بعيد عن القلب، وانا لو سكنت بره هشوفك كل حين ومين، والسندباد البحري ده هيبقى وشه في وشك ليل مع نهار. كل ده ملوش تاثير عليا، سواء اخترتك انت او اخترته هو، اللي بيختار قلبي انا وبارادتي انا. ما تختاري بقى وتخلصيني، هي فتره الاختيار دي مش هتنتهي بقى، كل اللي طلبتيه مني نفذتهولي، فاضل ايه تاني؟ انت مش راجل حقاني؟ انا راجل جنون، يعني الحق بيجري في دمي. طيب مش واجب برضو اننا ندي عماد فرصه؟ يمكن يظهر ان ليه الحق ونرجع لبعض. يا سلام يا سلام على عقلك يا سوسو، يا سلام. اول ست في حياتي اشوف منطقها قوي زيك كده. انت تنفع تشتغلي مستشار قانوني في محكمه النقد العليا. طيب مش تشيل فلوسك بقى احسن تنساهم؟ لا انا مش محتاج لهم دلوقتي، لما احتاج لحاجه هبقى اخد منك. او بوي اكسلنت اكسلنت. الله، هو انت يا سوسو بقى اللي بتصرفي على المحامي ده؟ انا همدي ايدي لفلوس سوسن؟ اخص عليك سندباد ناقص يا قبطان المراكب الغرقانه. انا قبطان المراكب الغرقانه يا راجل يا هربان يا محامي القضايا الخسرانه؟ الله الله، انتوا هتتخانقوا كمان قصادي؟ ما انت سامع الاهانه الجسيمه اللي وجهها لي. عماد، الفلوس دي بتاعت سليم وكان مديهم لي عشان اشيلهم معايا. في الحاله دي انا متاسف، متاسف جدا. I am very sorry، بجد سوري. بردون يا متر يا محامي القضايا الكسبان. وانا ما قبلتش الاعتذار ومش عاوز يكون بيني وبينك اي صله واصل. خلاص يا سليم، ما دام عماد اعتذر يبقى الموضوع انتهى. لا ما انتهاش، انا روحي بقت في مناخيري من السندباد ده، ما بستلطفوش يا ناس، ما بحبوش. وانا كمان يا اخي لا بحبك ولا بستلطفك، ومع ذلك انا كنت جاي اعرض عليك شغل. شغل ايه؟ قضيه عندي عايزك تمسكها لي. بوه، ودي تيجي ازاي؟ هنشتغل مع بعض كيف واحنا بنكره بعض؟ البحر علمني ان الشغل ملوش اي علاقه بالعواطف الشخصيه. بيزنس از بيزنس. الكلام ده هناك في اوروبا، لان هناك الناس دمهم بارد، لكن انا صعيدي ودم حامي يا ولد، ولو اشتغلت معاك هضربك بالنار. شفت بقى، اهي عمايلك دي اللي بتخليني دايما متردده اني اتجوزك. دايما تفكيرك رجعي وبتفكر بعقليه القرون الوسطى. اوه هاني اكسلنت اكسلنت، انت يا سوسو اسلوبك قوي جدا، تنفعي رئيس لمحكمه النقد العليا. ايه ما تتكلم. اتكلم اتكلم اقول ايه؟ انا عينتك مستشار لمحكمه النقد، وهو رجاكي لرئيس محكمه النقد العليا، هيعجبك كلامي بعد كده ازاي؟ عماد انا عزمك النهارده على العشاء. او بوي اكسلنت اكسلنت. الست دي هتجنني، انا مش عارف بدها هتتجوز مين فينا. صباح
خير يا فندم. صباح الخير يا رجل. اقول ايه يا علي بيه؟ انت فطرت يا سي عبده؟ الحمد لله، بس بقول انت ايه، انت متعود تفطر في السرير زي يا سي عبده؟ لا يا سيدي، انا فطرت في الكباريه قبل ما اجي. ما انت قلت لي انك بتنام بالنهار وبتصحى بالليل عشان مامتك دعت عليك الدعوه دي. لا ستي، مامت مامايا. ما انا زيك، عشان مامت مامالتي دعت عليا وانا صغير، قالت لي روح الهي تجري والناس كلها تجري وراك، عشان كده طلعت لعيب كوره. بقول ايه يا علي بيه؟ عن غير ما تقولش اي حاجه، عارف انك جاي عشان ايجار الشقه. ما هو اصل النهارده 20 منه، وانا الحقيقه لولا ان انا معذور الشهر ده، انا ما كنتش طلبت منك الفلوس اطلاقا. انت معذور والثلاث كبريهات اللي عندك. انا معذور عشان عايز اشتري الرابع. وانا معذور اكتر منك، اعمل ايه؟ مراتي ما بتبعتليش مصروف. وانا عكسك، مراتي بتطالبني بالمصروف. ما تقلقش، انا هعمل كل جهدي واجيب لك الفلوس ان شاء الله من تحت الارض. لو سمحت يعني بسرعه، انت عارف النهارده 20 منه. انا مستعجل على الفلوس اكتر منك. انت عارف الشوكولاته خلصت، واللبن مستورد خلص، المربى والكرواسون، هفطر ايه بعد كده؟ الله يكون في عونك. عموما بقى بالمره هبعت لك حساب الكبري. ها كام؟ كلام فارغ يا راجل. بعد خصم 50%، ولاجل المحبه اللي فينا يعني حاجه بتاعت 2000 جنيه. 2000 جنيه يا حرامي؟ 2000 جنيه و500 جنيه جار، يبقى اللي عليا 2500. لا وانت صادق، 2700. ان شاء الله هجيبهم لك وفوقهم 1000 بوسه وبوسه. وانا 1000 شكر وشكر. سي عبده. نعم الله عليك. يا ريت تقب ب5 جنيه كده، ويبقى الحساب كله على بعضيه 2705. نظنظ نظنيزو ام سليم. علي عبد الله على السلامة، ايه هالغيبة الطويلة دي؟ مشغول قوي، مش فاضي ظهرش حتى. مشغول في ايه؟ مشغول سينما، تلفزيون، مسرح، بوتاجاز. الفن ازدهر قوي في مصر الايام دي. علي اللي وصلني عنك غيرك دي. لا من حق، انت ازاي تعين الباشا مدير اعمالك من غير ما تاخدي رايي؟ ها رايك؟ كان المفروض انك تاخدي رايي في حاجه زي دي، مفهوم؟ انا لا اسمح باي واحد يشوف مصالحي غيري. علي انت ما كنتش فاضينا، كفايه عليك الناس اللي داخلين وخارجين عندك. يا سلام على النميمه يا ناس، ستات وبيغلطوا في الشقه، ذنبي انا ايه؟ يا زازا يا حبيبتي، انا راجل رياضي ماليش في الحاجات دي خالص. دي حاجه ما تخصنيش. ما تخصكيش ازاي؟ هو مش عيش وملح وعشره برضه؟ والله الحمد لله على السلامه. استريح شوي، هحضر لك الفطار. جبت لك شوكولاته باللبن. الله، ده انت التقرير وصل بالكامل عن كل حاجه. لا انا فطرت في القطر، خلي الشوكولاته باللبن دي بعدين. طب احضر لك الغدا. تحب احضر لك ايه على الغدا؟ طاجن فريك بالمعيز. ما تعالي تعالي نزله، تعالي افهميني، انا جاي بدري الصبح عشان راجع مصر النهارده. ليه مستعجل ليه يا علي؟ وراك ايه هناك؟ دي يوم متلتله يا نظنظ، دي ده انا عليا 2705 غير المصاريف والمشاوير والحاجات دي كلها، يعني كله على بعضه 10000 جنيه. ليه يا علي؟ لحقت تصرف ال1000 جنيه اللي بعتهم لك مع سوسن؟ الله، انت بعت لي مع سوسن 1000 جنيه؟ امال ليه؟ بعت لك 1000 جنيه لما عرفت انك بتحب تفطر شوكولاته باللبن. هو شوكولاته باللبن مش برضك غاليه؟ غاليه جدا. ده كيلو اللبن المستورد الكامل الدسم دلوقتي بجنيه، عشان تعرفي انا اتدينت ازاي. لكن علي كيف سوسن ما تدكش ال1000 جنيه؟ هي الست دي ايدها طويله. ايه بتقولي كده على سوسن؟ سوسن ما رضيتش تديني الفلوس عشان ارجع.
مسكينة البنية وانا اللي ظلمتها معايا. ظلمتيها ما ظلمتهاش. انا مستعجل دلوقتي، انا القطر بتاعي فاضل عليه ساعة. اديني الفلوس وبعدين حاسبي سوسن براحتك. علي استناني شوية اغير هدومي واجي معك. تيجي معايا فين؟ مطرح ما تروح. يا سلام. طب غوري خش اوضتك واياك تعتبي برا منها، فاهمة؟ بقول لك ايه، اوعى تكوني فاكره نفسك في دهمشه وتحبسوني في الزريبه زي ما عملت فيا قبل كده. هريدي وسبع الليل اتقتلوا خلاص وسابوك لوحدك من غير ضهر. انا ما حدش يقدر يكتم ظهري، وكلمه اللي قلتها لازما هتمشي. مش هتعتب برا البيت الا رجل على رجلك. يا سلام. طب انا هعتب اهو، وريني هتعملي ايه. غوري من وشي. بردون زازا بردون. انا المفروض الرياضيين اللي زيي يعاملوا الستات برقه، لكن انت اللي اضطرتيني استعمل معاك الخشونه. بردون علي مش هتاخد مني ولا مالا. برضو بتهددني. بقول لك ايه يا نازله ولا يهمني، منتهى البساطه انزل لابنك واحكي له على كل حاجه. على بالمؤاخذة يا كابتن صاروخ، انت عامل زي اللي بيقولوا عليه جه يكحلها عماها. اعمل ايه بس يا سي عبده، ما هي كانت عايزه تحبسني في الزريبه تاني. وماله يا اخي، ما تحبس لك كام يوم لحد ام مسلم ما تهدى. تجرجر ناعم، ساعتها هتاخد منها كل اللي انت عايزه. بيني وبينك بقى، انا زهقت من الحكايه دي قوي. زهقت ومليت بعد ما عيني شافت اللي شافته في شارع الاهرامات. وانت من غير فلوس ام مسلم هتقدر على مصاريف شارع الاهرامات؟ لا بقى، ده انا راجل رياضي وعندي كرامه. لحد امتى هفضل عايش على فلوس ام سليم؟ ايه ده، بتتكلم جد؟ هي دي بقى الشهامه والمرجله. لا انت ما تعرفنيش كويس بقى، ده انا عندي نخوه وعزه نفس واخلاق نادره المستوى. الرياضه اخلاق كما قال الكابتن لطيف. يا سلام، يا جمالك يا كابتن صاروخ. انت عارف اكتر حاجه كانت تعجبني فيك ايام ما بتلعب الكوره ايه؟ انك عمرك ما بتعمل فاولات. انا ما ابتديتش اعمل فاولات الا بعد ما بطلت لعبه في الملاعب، لكن وحياتي كلها مش راضي عنها. يعني ايه؟ ناوي تبتدي حياه جديده من غير فاولات؟ ايوه، انا هبدا حياه جديده وهعمل خبطه هتعتبر خبطه العمر. تفكر في ايه؟ ممكن تسلفني جوز سبعات قصر النيل اللي كنت مديهمني قبل كده لمده 48 ساعه بس. هتعمل بيهم ايه؟ هعمل بيهم غاره مفاجاه على دهمشه، عشان قلطوا الصندوق الدهمشاوي الكبير كله كنوز ذهب ياقوت مرجان احملك يا رب بتاع الدهمشاوي الكبير. عايز تبتدي حياتك الجديده بسرقه؟ سرقه ايه انت راخر؟ أصل زازا كانت موعداني إنها هتديني الصندوق ده لما سليم يرجع دهمشة، فأنا قررت إن أصادر الصندوق ده عشان أواجه مصاريف الحياة وحياتي الجديدة. ما دام لغت الاتفاق يبقى الصندوق مش بتاعك. يا جدع افهمني، الصندوق مدفون في دهمشة وحدش بيستفيد منه خالص، أنا أستفاد منه وفتينات شارع الأهرامات. خس. هي دي أخلاق الرياضيين يا كابتن؟ لما ده هيبقى اخر فول في حياتي، بعد كده هتوب زي كبار المجرمين لما بيتوبوا. علوم، انا ماليش دعوه بيك، انا توبت خلاص وبطلت شقاوة. عايز تسرق اسرق لوحدك. حاجه تانية كمان، الشقه دي انا اجرتها، لو سمحت تسيبها من اول الشهر. الست الهانم الوالده طالبه منك ترفع لها قضيه. قضيه ايه يا باشا؟ عايزاني اطلب لها سعلوه في بيت الطاعه زي فريد؟ لا، دي طالبه منك ترفع لها قضيه تعويض لاخلاله بشروط الاتفاق. ده اسمه جر شكل يا باشا. انا معاك يا متر، انا من رايي ان الموضوع ده لازم يتقفل وكانه لم يكن. انا سليم الدهمشاوي الاسكندراني المحامي اطلب تعويض من الصعلوق ده؟ طب ده انا كنت بفكر اديله قرشين تعويض عشان طلع شهم وراح لحال سبيله. أنا متهيألي برضه هيجي لك يوم وتحن عليه بقرشين. زمانه دلوقتي الداير يتسكع ويتسول في شوارع القاهرة. وأنت تفتكر برضه إن سوسن هتسيبه يتسول؟ ضروري هيصعب عليها وتروح تجيبه معاه. أنا مصير علي ما يهمنيش.
أنا اللي يهمني مصير الست الوالدة. والله عندك حق يا باشا، وخصوصا إن الست الوالدة كبرت وعلي كان مأثر عليها تمام. أنا عندي فكرة ممتازة، وأرجو من حضرتك إنك توافقني عليها. يا باشا أنا ما عنديش مانع، بل يسعدني ويشرفني إنك تكون جوز أمي، لكن أنا ما أقدرش أقول لحد يا عمي، وبعدين أنا لا يمكن أوافق إن أمو سليم تتجوز حد تاني، لا أنت ولا حد غيرك. كده؟ طيب، إحنا كنا عايزين نخدم وبس. ما أنت مدير أعمال الست الوالدة، عايز تخدم إيه أكتر من كده؟ أنا بصفتي مدير أعمالها، الست الوالدة كان طلبت مني أدور لها على مشتري للأرض، وأنا غير موافق على الفكرة دي. وأنا من قبلك قلت لا، ولا يعني لا، خصوصا يعني في الظرف اللي احنا فيه ده. أنا من رأيي إن الست هانم تسافر دهمشة تنشغل في الأرض ومشاكلها. يا حلاوة أفكارك النيرة يا خليل باشا يا تركي. اسمع، مرتبك حيزيد 2.5% حوافز إنتاج. طبعا ما عندكش مانع ان انا اروح اشقر على الهانم واشوفها اذا كانت محتاجه حاجه ولا محتاجه، من باب اني مدير اعمالها فقط. لا لا لا، مفيش اي مانع، انت عندك كارت بلانش تقدر تزورها في اي وقت وتطمن عليها وتشجر عليها كمان، بس بصفتك مدير اعمالها فقط. المهم دلوقتي مين يبلغ الهانم بقرار ترحيلها على دهمشة؟ لا 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 لا, لا. ابعدنا انا على المهمة الصعبة دي، لان لو رحت ابلغها انا هتقول لي تعالى معاي. لنا ولا انت، مفيش غير سوسن هي اللي تقوم بالمهمة دي. دي واحدة ست وعارفة عقلية الستات كويس، اكيد هي اللي هتعرف تقنع الهاني. اهلا وسهلا يا معلمة، اتفضلوا اتفضلوا. اهلا بيك يا سفاريت. معلش بقى هنعطلوك شوية. أنا تحت أمرك. المعلم قشطة مش كان اتفق معاك تعلمنا الطريقة الفرنساوي؟ طريقة فرنساوي إيه؟ السلحفاة المائية اللي أنت دوقتها لأبويا. طب ما جبتوش السلحفاة المائية معاكوا ليه؟ لا معلش، أنت بس قول لنا على الطريقة وإحنا نبقى نعملوها بمعرفتنا. لا 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 لا، ما ينفعش يا معلمة، دي طريقة صعبة قوي. أمال إيه؟ لازم تشوفيها بعينيكي، ما ينفعش فيها الشرح النظري، ده طبيخ. بنت يا نواعم. ايوه يا ام. اجري بسرعه اشتري لنا ترسه وتعالي اواب. حاضر يا ام. ايوه بس الترسه لازم يكون عمرها 3 سنين و3 شهور، لا شهر ناقص ولا شهر زايد. ودي بقى هعرفها ازاي دي بقى؟ اها اساليها. لو انت عايزه ترسه بتتكلم. لا مش قصدي يا معلمة، أنا قصدي تسأل بياعة السمك، هي اللي هتعرف عمر الترسة باليوم. أما الطريقة الفرنساوي دي عاجبة بشكل. وعايزها بقى عزبة ولا متجوزة؟ لا يستحسن تكون مخطوبة وقاريين فتحتها. أهلا وسهلا يا معلمة. أهلا بك يا سفاريت. معلش بقى هنأنسوك شوي. لا ده انت تنسي قوي 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 قوي، بيتك ومطرحك. تعيش يا اخوي. نوعاً بنتي بتشكر لي فيك وفي أخلاقك آخر شكرانية. ده بس من ذوقها. الحقيقة حضرتك وحضرة المعلم عرفتوا تربوا حضرتها بصحيح. نوعاً بنتي ست بيت ما فيش أحسن من كده. طبعاً ده طبخها بريمو، ده أكلها ما فيش ألذ من كده. وعرفت ازاي؟ نعم عرفت يعني ازاي؟ عرفت من ابوها. طب انا هعرف منين يعني؟ لا دي لسه كمان في بيت ابوها، لما تروح بقى بيت عدالها هتبان شطارتها على اصولها. ان شاء الله كده تفرحي بيها وتوصليها لبيت عدالها بايدك. ما يغركش يا سفاريد، يعني البيت الكحيان ده اللي احنا ساكنين فيه ده المعلم ابو نواعم مقتدر وكسيبه جيوبه كلها عمرانه. ربنا يعمر بيوت المعلم كمان وكمان. وما حلتوش من الدنيا غير نواعم واختها، يعني فلوسه كلها ان شاء الله بعد عمر طويل يعني هتبقى من نصيبهم هما الاثنين.
ربنا يخلي لكم المعلم ويخليكم للمعلم يا معلمة. تعيش يا سي فريد. لكن انت يعني ازاي مستحمل عيشة العزوبية دي كده يا اخوي؟ لا انا متجوز يا معلمة. ايوة بس نوعا بنتي قالت لي انك زعلان مع مراتك وسايبها وقاعد وحداني هنا. ما انت عارفة بقى الستات ما بيريحوش. لكن ان شاء الله ربنا حيهديها وحنرجع لبعض. طب افرض بقى ربنا ما هدهاش يا اخويا، دي باين عليها ست جامدة وقوية وما بتصونش النعمة. يا ساتر يا رب. انت تعرفيها؟ من غير ما اعرفها يا سفريد. الست اللي تطفش راجل زيك وتخليه يهرب منها تبقى اكيد ست مش وش نعمة، وانت بقى تستاهل تقلك دهب. الله يحفظك. انت عندك خبر ان المعلم ابو نواعم متجوز ثلاثة غيري؟ لا والله ما عنديش خبر. والراجل بقى اللي متجوز اربعة ما عندوش منع ان بنته تتجوز واحد متجوز واحدة. ما هو المعلم بقى راجل بحبوح وما يحبش يزنق على حد غيره. بالظبط كده. وانا كمان ما عنديش مانع. فهمتني يا سي فريد؟ فهمتك. نوعا بنتي كانت قالت لي يعني انك معذور حبتين. ولا يهمك يا سي فريد، ما تحملش الهم، اساوري سدادة. فهمتني يا سي فريد؟ فهمتك. امشي انا بقى، فوتك بعافية يا سي فريد، وفكر في اللي قلت لك عليه. هو انا هيجي لي نوم من كتر التفكير. ما تخليكي لما نواعم تجيب الترس. حليني بقى على ما تلاقي ترسة مخطوبة وقارين فتحتها. ميته ايه يما؟ ميته زي شربات الورد يا رحمك. تفتكري حيرضى يما؟ طبعا يا بنت حيرضى، بس هياخد وقت شوية. اصل بقى الافندية اللي زيه يعني مش متعودين على حكاية جواز الاتنين دي. والله انا خايفة لا يحن لمراته القديمة يما. لا لا، دي بقى ما تخافيش منها، هعمل له حتة عمل يخليه ما يفكرش في ايتها حد الا انت. أمه. نعم. أنا شايفة إن سفريد بيخاف من أبويا قوي يعمل له ألف حساب. أوه. ما تقولي لأبويا يكلمه. لا 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 يا بيت، اهدي. اللي يكلمه دي؟ أبوكي راجل مالي مركزه، ما يتكلمش في المواضيع الصغيرة دي. لا، أبوكي بقى هيكلمه في موضوع تاني، موضوع مهم جدا جدا. يلا تعجلش على رزقك امال. اقعد. ما تتكلم بقى يا معلم. ما انا هتكلم اهو، بس اما تيجي القهوه. القهوه؟ طيب ايه القهوه جت؟ اما تشربها. الله 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 الله. حاسب حاسب حاسب، هتحرق زورك، هتحرق نفسك. انا هفضل احرق في نفسي كده طول ما انت سكت. بس بصراحه بقى يعني حالتك مش عجباني وانت صعبان عليا قوي. ما صعبش عليك غالي، شاب زيك كده اخر حلاوه وقعد وحداني. انا مش وحداني يا معلم، انا متجوز، والمرس ابو العباس انا متجوز وعندي بنت زي امر 14. طب ما عشان كده بلافيا بقى انت صعبان عليا. نعم، وهو انا لازم اكون متجوز اربعة عشان ما صعبش عليك؟ اذا كنت جايب لي عروسة فده يعني عروستي يا استاذ، وما قالولك عليا خطبة؟ امال انت جايب لي ايه؟ جايب لك شغلانة حلوة كده تاكل منها عيش بدل ما انت عاطل. شغلانة؟ ايوه، مراتك وبنتك اللي زي قمر 14 دي هتوكلهم منين؟ ربنا ما بينساش حد يا معلم. ايوه بس ربنا يسعى يا عاد، وانا اسعى معاك. بقول لك ايه، قرب ودنك ليا شويه كده.
قربت ودنا اهو فتحتها على الاخر. بس انا بقول يا ابني انا كبرت وعايز حد يساعدني في الشغل. بصراحة بقى محدش يعني يملى عيني الا انت. ايوه معلم، بس شغلانه القهاوي دي انا لا مؤاخذه يعني ما فهمش فيها، ده انا ممكن بعد الشر بعد الشر اخربها لك واقعد على تلاه. لا ما انت هتساعدني في تجارتي. الممنوعات السريه زكي والمرسب والعباس اخر زكاوه. حدش قال لك اني بتاجر في الممنوعات السريه؟ اديك عرفتها لوحدك. سماهم على وجوههم يا معلم. اوعى تفتكر ان هشغلك صبي، لا انت هتبقى دراعي اليمين. مال ان شاء الله بقى كده لما اموت هتبقى المعلم الكبير. ما تفولش يا معلم، ربنا يطول لنا في عمرك كمان وكمان. انت عايز سيجاره الممنوعات تقفل؟ لا هتفضل مفتوحه بمجهودك وبنفسك ان شاء الله. انت من اول ما قلت عليا كده وانا قلت انك هتبقى خليفتي. دي مساله محيره جدا. صحيح يا معلم انا خلقتي خلقت مجرمين يعني؟ مجرمين؟ لا قصدي معلمين. السلام، انت اتولدت عشان تبقى معلم؟ انت تقلع البدله والبنطلون وتلبس جلابيه وتبقى سيدي المعلمين؟ ايوه معلم، بس انا مش ناوي اقلع البدله. خلاص البس برنيطة كمان وابقى معلم خواجات اذا كان ده يعجبك. يا معلم ما يغركش منظري، ده انا جبان جدا، ده انا خواف جدا، ده انا لو شفت عسكري في الشارع قلب يقف. انا ما عنديش قلب لتجارة الممنوعات دي. اخسع الرجالة، وانا اللي كنت فاكرك غضنفر وسبع الغابة. لا سبع مين، ده انا قطة. قطة؟ انا اول ما شفتك قال عليا برضو كده، قلت انك انت راجل مش جدع وقطة غور من خلقتي. مين؟ انت زعلت ابويا في حاجة؟ انا السجن زعل ابوك يا نواعم. هم الماله كده جاي من القهوه متنرفز وحالف يطلع يشرحها. يا يشرحني؟ ايوه. وسيدي المرسب والعباس لكون جايب خبر الليله ده، عارف سري اسيبه عشان يبلغ عني البوليس. نواعم؟ ايوه الوداع يا نواعم. سفريت سفريت سفريت. كل ده بتشتري علبه سجاير؟ ايه ده، انت كنت بتستحمى في البحر بهدومك؟ اعوذ بالله، ايه الريحة المؤذية دي؟ انا جاي من ابو قير لهنا في برميل طرشي. برميل طرشي؟ وطرشي بلدي مش فرنجي كمان. ادي اخرة ازمة التاكسيات، الناس من غلبها دلوقتي بتركب برميل طرشي. وانت كنت مستخبي المدة دي كلها فين؟ في ابو قير؟ واضح لكل ذي عينين انك جاي من ابو قير في عجله. قلت لك انا جاي من ابو قير في برميل طرشي مش في عجله. وايه اللي رماك جوه البرميل؟ لازم المعلم قشطه الجن ظبطك مع بنته نواعم فاستخبيت منه برميل طرشي. انت يا باشا بتتاجر في المخدرات ومخبي علينا. بتقول ايه يا ولد؟ صاحبك المعلم قشطة الجن طلع تاجر مخدرات. طب وانا شعرفني وانا كنت ببحث؟ ما تفسر لنا يا فريد الالغاز اللي انت بتقولها دي. المعلم قشطة الجن حب يضمني للعصابة، رفضت، هجم عليا جوه الشقة عايز يشرحني، نطيت من شباك نزلت ببرميل طرشي. وقعدت بقى تدقلك في برميل الطرشي من ابو قير لاسكندرية؟ برميل الطرشي كان على العربية نقل يا تركي باشا. يعني ركبت مجاناً من غير تذكرة؟ الواد ده محظوظ طول عمره، يجي ببلاش وياكل طرشي ببلاش. شفت عدالة السماء؟ انتقمت منك عشان زوخت مني وما رضيتش ترجع بيتك. يا ساعة الباشا، انت من الصبح عمال تستفزني وانا ماسك اعصابي، لو ما سكتش عني انا هبهدلك يا صديق تجار المخدرات. انا كنت عارف برضو اني عليك هنا.
الوداع يا جماعة. فريد يا ولد العم. صرايا للمرة الألف بقول لك سامحيني. يا جمالي. أخبار سليم الدهمشاوي إيه يا عبد الجبار؟ خير. أنا مش عايز أسمع خير، أنا عايز أسمع شر. أنا أقصد خير عليني وشر عليه. سليم الدهمشاوي لسه قافل على نفسه؟ ما بيخرجش برا داره؟ لا والله يا سعادة البيئة، ده فجر ما يهموش حاجة واصل، بيخرج عيني عينك كده. أمال مش عارف تصطاد ليه؟ عليه حراسة مشددة وراي اتنين مخبرين ما بيفارقوش واصل. حراسة مشددة بقى علشان كده. أم سليم مطمنة عليه ورجع الدهمشة. والله لو جابوا القرطة تحرسه ما حينفد من ايدي واصل. حصطاده يعني حصطاده. ما تتهورش وتضيع نفسك زي سلطان. أنا محتاج لك يا عبد الجبار. ما تخافش يا سعادة البيه. أنا قتلت 40 وناوي كمان أقتل 60 وما أخليش البوليس يكفشني قبل ما اكمل المية. انت بعدت هناك في اسكندرية حد من رجاله؟ ايوه سعد البيه، 3 رجالة وصيتهم يخلي عينيهم عليه ويقتروه مطرح ما يروح. عظيم يا عبد الجبار عظيم. هد الحال انت دلوقتي لحد ما يطمن خالص وتخف الحراسة عنه. وبعد كده ابقى شوف شغلك. وجب وجب يا عبد القوبي. يا عماد بيه لو سمحت. والله أفندم سليم بيه. انت فاضي نتكلم مع بعض؟ انا وقتي من دهب، لكن بصفتك جاري في المكتب ما فيش مانع افضي لك نفسي شويه. بخصوص القضيه اللي كلمتني عنها انا موافق اترافع لك فيها. اوه بوي سليم بيه. معقول الكلام ده؟ بوه. ومش معقول ليه يا عماد بيه رفضت القضيه وبعدين قبلتها؟ ما بتحصلش دي في احسن المحاكم. لا بتحصل، لكن اللي مش معقول انك تفكر ان لسه ما اتفقتش مع محامي تاني طول المده دي. ايوه صحيح، فاتت عليا الحكايه دي. خلاص بقى ملناش نصيب ولا قسمه نشتغل مع بعض. انا شاكر جدا انك حبيت تتعاون معايا. وانا شاكر على الدقائق الذهبيه اللي اديتها لي من وقتك الثمين. بونسوار سليم بيه. بونسوار يا اخويا رحمه الله. سليم بيه انت فاضي نتكلم مع بعض شويه؟ باي اتفضل. مادام شعورك اتغير من ناحيتي كده انا يشرفني جدا انك تتولى قضايا الشركه بتاعتي. وانا بكل سرور يا عماد بيه اقبل الثقه دي. ومن دواعي ابتهاجي انك تتفضل وتقبل وتبقى مستشاري القانوني. الابتهاج والانبساط لي انا يا عماد بيه دي ثقه اعتز بيها غايه الاعتزاز. يزيد من سروري وانشراحي لو تكرمت وقبلت انك تشتغل مندوب الشركه المتجول. ده شرف لي انا يا عماد بيه، شرف لي انا. لكن ما قلت ليش تطلع ايه شغلانه المندوب الشركه المتسول ده؟ المتجول مش المتسول. انت زرت اوروبا قبل كده؟ لا والله يا عماد بيه ما حصليش الشرف قبل كده. اهو عملك كمندوب الشركه المتجول هيخليك تزور اوروبا واسيا والامريكتين، يعني ببساطه كده هتبقى وكيل الشركه بالخارج. باه باه باه. والإقامة هتكون هنا في مصر ولا في الأمريكتين؟ اختار أي بلد بس على شرط ما تكونش مصر. وأظن الإقامة بالخارج مناسبة قوي لظروفك. والله يا عماد بيه ده عرض مغري جدا
وانا لا يمكن ارفضه. او بوي، اكسلنت اكسلنت. بصفتك المستشار القانوني جهز العقود اللازمه وحدد المرتب اللي يرضيك وانا حمضي على طول. طيب مش واجب برضو ناخد راي مدام سوسن؟ مش يجوز يعني ترفض الاقامه في الامريكتين؟ نسيت اقول لك، اول شرط في بنود العقد يحتم عليك عدم الجواز طول سريان مدة العقد. عدم الجواز؟ ليه؟ هدخل الكلية الحربية ولا هشتغل مضيف الطيران؟ مجلس إدارة الشركة هو اللي وضع الشرط ده. أنا مستعد أقابل أعضاء مجلس إدارة الشركة وأقنعهم إنهم يتخلوا عن الشرط التعسفي ده. مجلس إدارة الشركة يبقى أنا، وأنا مصمم على وجود الشرط ده. أيوة، قولها كده بصراحة. أنا دلوقتي فهمت انت بتعرض عليا الوظائف دي كلها كرشوه عشان اسيب لك سوسن. ده الشغل يا مت، بيزنس از بيزنس، ما تدخلش العواطف في الشغل. عماد بيه. افندم سليم بيه. اتفضل اخرج بره. انت بتطردني من شقتي؟ انت اللي زيك اتطرد من الدنيا كلها. الزم حدودك يا سليم. اطلع بره. يا جماعه ايه، هو انتوا دايما عاملين زي الديوك كده؟ كل ما اجي عليكم الاقيكم بتتخانقوا. تعالي يا ست شوفي، عماد بيه السندباد الانسان الجنتلمان بيعرض عليا رشوه عشان اسيبك. رشوة؟ رشوة ايه؟ انا عرضت عليه وظيفة مش رشوة. واول شرط لقبول الوظيفة دي انك ما تتجوزش. اديك اعترفت بلسانك، والاعتراف سيد الادلة يا حضرات المستشارين. اسمع يا عماد يا سندباد، انت لو جبت لي كنوز الدنيا كلها، لو جبت لي كنوز السندباد البحري بتاع الف ليلة وليلة، ياشي من فيكم معرفاشي، مش هسيب لك سوسن ابدا. عماد. هاني، انا مش بضاعة ولا شقة فاضية عشان تدفع فيها خلو ورجل. سليم، انا عازمك النهاردة على العشاء. بوي، اكسلنت هاني. الوضع ده لا يمكن يستمر يا سوسن يا بنتي. انا معاك يا عم خليل. حتى مش كويس لسمعتك، الناس تقول عليك ايه؟ مش علاقة اتنين رجالة بيكي لحد ما تختاري منهم واحد؟ انا اخترت خلاص. سليم مش كده؟ ايوه سليم. سليم كان ممكن يسافر بره ويسيبني، لكن قعد هنا مخصوص عشاني انا. سليم خاطر بحياته عشان ما يضيعنيش من ايده. بعد ما يعمل كده انا مختاروش. على خيرة الله يا بنت، والله انا لو اعرف اصغرت انا لكنت صغرت. عم خليل، فيها حاجه لو عملنا فرح؟ وليه لا، ده انت تنوري الزف. يا سلام، نفسي اعمل فرح، فرح كبير قوي، ينسيني كل الحزن والشقة اللي مر بيا السنين اللي فاتت دي كلها. وانا اللي اوضب لك الفرح بنفسي، لعلمك انا احسن واحد ينظم افراح. بيني وبينك، انا ستي كانت شغالة عالمة في اسطنبول. اوعى حد يسمعك للبشوية تتهزق. لا مفيش تهزيق ولا حاجة، انا ستي كانت عالمة باشا. السلطان عبد الحميد انعم عليها برتبة البشوية لأنها كانت بتهز وسطها أحسن من أي وزير عنده. طب دلوقتي بقى تفتكر ممكن نعزم مين؟ أولاً أول المعازيم نظلة هانم طبعاً. طبعاً. وبعدين فريد إذا كان فك جبسه. ومراته كمان، دي ست ظريفة قوي. يبقى فاضل مين؟ علي. قص علينا يا عم خليل، بقى لازم دول كلهم وننسى علي صاروخ. ايه جرى يا مدام؟ لا سمح الله جرى حاجة؟ هيجرى له ايه اكتر من كده؟ حاسب حاجه تقع منك. فراوله قلت البيت اديني كوبايه. انا تمام شكرا. اي اوامر تانيه يا عشا؟ عندنا سكالوف فاني كويس قوي. شاكرين شاتو شفريان. شاكرين. ايه ده، معقول ده؟ انت ازاي تقبل على نفسك انك تمرمط علي بالشكل ده؟ يا مدام، ده انا انقذته من مصير مظلم. ده كان هيشتغل حرامي. بوه، الخايب ده يشتغل حرامي ليه؟ كان هيسرق فرخة؟ مفيش داعي اقول لك كان هيسرق ايه، احسن تزعل. المهم ان انا طلعت الفكرة الجنونية دي من دماغه وخليته يشتغل شغلانة نظيفة.
الشغلانة النظيفة دي علي هيسيبها من دلوقتي، انت فاهم؟ تعتبره مستقيل من دلوقتي من عندك يا سعد. انا اسف جدا يا مدام، انا ما اقدرش اقبل الاستقالة دي. ليه؟ الكابتن صاروخ اظهر عبقرية فريدة في غسل الصحون عشان اجده مش قادر تقبل استقالته. كابتن علي عليه 1000 جنيه ليا، لما يسددهم ساعتها ابقى اخلي سبيله. عن اذنكم. الاستاذ فريد فهمي موجود؟ نقول له مين حضرتك؟ علي بيه صاروخ. هو انت؟ ايه يا استاذ؟ هو انا عملت لك ايه؟ عملت ايه؟ ده شكل نجوم سينما ده؟ وفرض ان شكلي مش بتاع نجوم السينما، تقوم تلطشين على صداخي كده. انا بضربك عشان انت رميت فريد من الشباك. انا؟ ايوه، ورجع لي مدشش وزي عدم. والله العظيم ما انا، والله العظيم ما انا. علي صاروخ الحق السينما. ايه ده؟ انت بتحضنه وتبوسه بعد ما رماك من الشباك؟ ها؟ مين هو اللي رماني من الشباك؟ المجرم ده. مين الكذاب اللي قال لي كده؟ انت يا فريد. أنا كنت بهزر معاك يا سرية. والواحد ما عرفش يهزر في بلدي ولا إيه؟ يا سلام هزارك يا سيدي ده، أنا دفعت ثمنه إقلام واتبهدلت واتمسخرت كده. كده برضه يا سرية؟ فريد، إيه اللي دشدشك كده؟ بقى الراجل أول مرة يدخل بيتنا نقوم نستقبله بالإقلام والشلاليت؟ فريد، إيه اللي دشدشك كده؟ حادثة عربية طبعاً، بس حبيت أهزر معاكي وأقولك إن أنا اتخانقت مع حبيبي علوة، تقومي تصدقيني؟ يعني أنت المرة دي ما بتكدبش؟ لا طبعاً، وسألي علي، أهو شاف العربية. لا أنا ما شفتش حاجة. شفت العربية ولا تحب تتجبس انت كمان؟ لا 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 خلاص خلاص. شفتها حتى بالأمارة، كانت عربية بمقطورة وشايلة حديد وزلط وهباب. وسلام عليكم. الا تعال هنا، انا لسه قعدت معاك. انا مش جاي عشان اقعد معاك، انا جاي عشان اقولك ان سليم وسوسن هيتجوزوا بكرة. سلام عليكم. شوف بقى فريد، لا يمكن هيقعد في اسكندرية مهما كانت الاسباب. يا مدام يا اللي بتلطشي انتي، الفرح هيبقى في كازينو عبدو اكسلانس. سلام عليكم. ده كلام برضو يا سرية؟ كابتن صاروخ تاعب نفسه وجاي يعزمنا على الفرح، نقوم نضربه ونخليه يجري كده زي اللي عضه كلب؟ ما هو كله منك ومن كدبك، ما بتقولش الحقيقة ليه؟ ومين في الزمان ده بيقول الحقيقة؟ طب انا لو قلتلك الحقيقة مش هتصدقي؟ قول وهصدقك. مش هتصدقي؟ قول وهصدقك. وقعت من طيارة. انت هتجنني؟ مش قلتلك مش هتصدقي؟ سليم هيتجوز سوسن اخيرا، واحد مننا احنا التلاتة قدر يبتدي حياته ويحقق احلامه. أنا وسليم وعلي، واحد نجح واثنين سقطوا، يعني النتيجة 33.3% زي الثانوية العامة.